استجابة لنداء الإنسانية وفي بادرة نوعية تعكس دور الفن في خدمة المجتمع وقضاياه، عرض فنانون عراقيون من مرسم الغدير للفنون التشكيلية في البصرة رسومات تجسد تصوراتهم للزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا لإظهار ما خلفه الزلزال من خراب ومآس في البلدين. الفن هو رسالة إنسانية، وغالباً ما تترك الأحداث الكبرى والأحداث سواء كانت طبيعية أو سياسية أو غيرها أثر كبير على الفنان، فيحاول يحاكي الأحداث اللي تصير. احنا اليوم مرسم الغدير فنون تشكيلية اجتمعنا حتى نسوي ورشة فنية نسلط الضوء على الزلزال اللي حدث في تركيا وسوريا بالفترة الأخيرة. زلزال تركيا وسوريا سمي بزلزال العالم، العالم كله اهتز أرضاً وإنسانية، فكيف بوجدان فنان شهد ما لا يحتمل من مشاهد المأساة وصرخات الألم؟ صرخات يسمعها هنا كما يسمعها هناك، ولكل منها وقعها الأليم في النفوس. مشاهد تدفعه للتساؤل، من موقع هذا ما الذي يمكنني أن أقدمه ليسخر جمال موهبته من أجل تعزيز مسؤوليته الاجتماعية في خط رسالة تحمل هم الإنسانية؟ صراحة الموضوع إنساني جداً، ممكن أن يأثر في أي شخص لما يحصل بتأثيره على النساء والأطفال والشيوخ، ولما حصل من دمار كامل لأكثر من 10 محافظات في تركيا وأكثر من محافظة في سوريا، فأكيد راح يكون له تأثير خاص علينا، وممكن تجسده من خلال المشاهد المتكررة اللي شاهدها عبر التلفاز أو متابعة الأخبار والأحداث المستمرة. كما يأتي هذا المعرض في البصرة للتذكير بأننا ما زلنا قادرين على التعاطف، بل وأن نعيش ونشعر بحزن وخوف الآخرين والتضامن معهم بمختلف الأشكال. حقيقة هو إيصال الرسالة مثل ما قلت، الأكبر عدد ممكن من الناس الموجودين بالمكان والتفاعل معهم طريقة جمالية، بالإضافة إلى إيصالها للعالم حتى نسلط الضوء على هذه المأساة، وإن أمكن يعني توفير بعض المساعدات لهذه العوائل أو الناس المنكوبين. في هذه اللوحات رؤية إنسانية بإحساس درامي يعكس المأساة التعبيرية الحادة في حالة اليأس الدفين الذي انعكس على حركة الضحايا وتعبيراتهم في فراغ تشكيلي عبقري يعطي الإحساس بالشحنة الانفعالية للمشاهد. رسمت هاي اللوحة اللي هي تمثل المأساة اللي صارت، مثلتها بشخصين هم يعبرون عن حزنهم لما وصلوا للبيوت، يعني يردون يشوفون أهاليهم لقوا البيوت متهدمة. هنا راح نشوف أكو ناس عالقة بين السماء وبين الأرض، لا هي اللي نعرفها ماتت وصعدت للسماء، ولا هي لحد الآن هي على قيد الحياة، لا زالت تحت الأنقاض. إنه التناغم الشاعري الساكن في التعبير بين الطبيعة والمواضيع الإنسانية في رؤية عميقة ببناء فني لخصته ريشة الفنان في سلسلة من اللوحات تصور المشهد المأساوي الذي فرضه الحدث الزلزالي. وكأن كل لوحة من هذه اللوحات صفحة من ضمن كتاب لا يحتاج لمن يطلع عليه أن يكون ملماً بأحرف اللغة الأبجدية، لأن الفن هو اللغة والرسالة السامية التي تربط الإنسانية، ولأن الفنان ضمير أمته الحية.